بعد إجراء جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان خلال يناير الماضي، بحث خلالها الطرفان عدة قضايا أهمها البرنامج النووي الإيراني، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية رضا نجفي أن بلاده التزمت بالمفاوضات النووية منذ بداية الاتفاق ونفذت كافة التزاماتها، مؤكدا أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا لم تتوقف. نجفي أشار إلى أن 15 تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن طهران التزمت بما جاء في الاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة. المسؤول الإيراني أوضح أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات وأنها على استعداد لمواصلة المباحثات حتى التوصل لاتفاق مع الجميع، مشيرا إلى أن الاحتجاجات في إيران سببت سوء تفاهم لدى الأطراف الغربية، إلا أن مفاوضات عمان استمرت بعد انحسارها وفق تعبيره. وأضاف نجفي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو من خرج من الاتفاق النووي بصورة غير قانونية وأعاد العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن القضايا الداخلية الأمريكية تجعل المسؤولين هناك غير جادين لاستكمال المفاوضات مع طهران. أوضح نجفي أن طهران تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في أمريكا وانسحاب بايدن من السباق الانتخابي وكيف ستكون السياسة الأمريكية الخارجية خاصة مع طهران. المسؤول الإيراني أوضح أن المفاوضات النووية سوف تستمر مع تشكيل حكومة جديدة في إيران، متوقعا أن يكون لحفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب انعكاسا جيدا على المستوى الدولي. يذكر أنه في 2 أبريل عام 2015 وقعت إيران ودول غربية اتفاق إطار بشأن برنامج إيران النووي بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا، وتضمن الاتفاق الأولي في مجمله تعليق أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية ومراقبتها لمدة 10 سنوات ونقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب للخارج وتخفيض أجهزة الطرد المركزية. ومعنا لمناقشة هذا الموضوع من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى هذا المساء. دكتور صادقيان، أبدأ مع حضرتك، اليوم ما مصير فعليا المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا مع المعطيات الموجودة في البلدين حاليا؟ تحية لك وإلى ضيفك وللمشاهدين. بالتأكيد يعني نحن الآن نتحدث عن حكومة إيرانية جديدة غير مشكلة لحد الآن، ربما بعد شهر من الآن تشكل هذه الحكومة الإيرانية. في الجهة المقابلة أيضا هناك حراك انتخابي وسباق انتخابي في الولايات المتحدة، والأعين تنظر إلى من سوف يدخل البيت الأبيض بعد نوفمبر القادم. وبالتالي ما نسمعه من العاصمة الإيرانية طهران حديث يدعو إلى الانفتاح، يدعو إلى تعامل بشكل أكثر مع المجتمع الدولي، مع الدول الغربية، تحديدا مع الولايات المتحدة. لكن في المقابل لا توجد لدينا هناك وضوح أو شفافية في من يدخل البيت الأبيض، كيف يريد أن يتصرف مع إيران؟ هل يريد أن ينفتح على إيران بناء على انفتاحها؟ هل يريد المواجهة؟ هل يريد فرض عقوبات جديدة؟ أنا أعتقد بأن يعني الآن هذه فرصة جيدة بالنسبة للدول الغربية، خصوصا في مجيء حكومة جديدة وهذا الخطاب الجديد الذي تتحدث عنه حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان. الجانب الآخر أعتقد من يكون في البيت الأبيض يجب عليه أن يأخذ هذه الأجواء الإيجابية في الجانب الآخر في طهران من أجل تعزيز الثقة. أنا أعتقد بأننا بأول البلدان بحاجة إلى تعزيز الثقة. هناك ثقة مفقودة بين الجانبين بعد يعني بعد العام 2015، بعد أبريل 15 كان هناك أمل بأن هناك تكون هناك خطوات إيجابية بين البلدين من أجل تعزيز فرص الثقة.
بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، يبدو بأنها تبددت هذه التطلعات وهذه يعني هذه التصورات أن يكون هناك تعزيز للثقة. الآن يبدو لي بأن الثقة هي يعني منخفضة جدا، وبالتالي على الجانب الأمريكي من يدخل في البيت الأبيض يجب أن يأخذ هذه الأجواء الإيجابية من أجل تعزيز الثقة لخلق بيئة تستطيع أن تحتضن أي مفاوضات ممكنة ومحتملة بين الجانبين. دكتور محمد القواص، فعليا اليوم ما يجري هو فقط أزمة ثقة، أو أنه نحن طوال هذه السنوات الأربع أصلا لم يكن هناك قرار واضح يعني إما العودة إلى الاتفاق النووي من جانب أمريكا، أو حتى كذلك وصول إلى تفاهمات أخرى مع إيران؟ تحياتي لك أستاذ لارا والدكتور صادقيان. المسألة ليست فقط موضوع ثقة، لأن جرت المفاوضات منذ عام 2021 حتى الآن، وأن هذه المفاوضات لم تفضي إلى شيء لأن هناك خلاف كبير، وبالتالي الموضوع ليس ثقة، هناك خلاف كبير في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران. إيران تعتبر أن اتفاق 2015 كافي، وعلى الولايات المتحدة أن تعود بشكل آلي كما خرجت عام 2018، لكن ثبت لاحقا أن ترامب ليس هو من خرج من الاتفاق، بل أن الولايات المتحدة هي من خرجت. والدليل على ذلك أنه بإمكان جو بايدن أن يفي بوعده الانتخابي وأن يعود إلى الاتفاق بمرسوم يصدر عن البيت الأبيض، كما خرج ترامب من الاتفاق بمرسوم عن البيت الأبيض، لكن الأمور ليست كذلك. الولايات المتحدة لا تريد العودة بهذا الشكل، الاتفاق لم يعد كافيا، وأن الظروف الدولية والظروف الإقليمية لم تعد تقبل بهكذا اتفاق. أعتقد أنه منذ فشل هذه المفاوضات وإيران مستفيدة نوعا ما، هي تقول أنني أصبحت بدون قيود باستطاعتي أن أتجاوز المسموح بتخصيب اليورانيوم من 3.67 إلى 60% بشكل علني ومقبول، والكلام عن أنه بعض الآثار التي وجدت بنسبة تخصيب بنسبة 84 أو 85 أو 86%، تعرفين أن القنبلة النووية تحتاج إلى 90%. منذ قليل أستاذ لارا كنت تتحدث عن أن الإيرانيون يقولون أن كل التقارير الصادرة عن المنظمة الدورية للطاقة الذرية لم ترى شيئا. هذا شيء غير دقيق، لأنه مدير المنظمة الدولية للطاقة الذرية هو الذي قال أن إيران هي على قاب قوسين أو أدنى لإنتاج القنبلة النووية، ثم أضاف أن هذا لا يعني أن إيران بصدد ذلك. فبالتالي إيران مستفيدة نوعا ما من هذه الراحة، بانتظار أن يأتي رئيس جديد في الولايات المتحدة بإمكانه إما أن يكون مرنا أو يكون حاسما في هذا الملف. دكتور صادقيان، يعني من ناحية الولايات المتحدة، إيران دائما ما تقول أنه يعني أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق، وهذا كان يعني رأيناه وكان واضحا، ولكن بنفس الوقت إيران دائما متهمة بموضوع الثقة بأنها لا تعطي مؤشرات للثقة، سواء كما يقول دكتور قواص موضوع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو حتى كذلك من ناحية يعني اللهجة الإيرانية، لهجة التحدي الموجودة دائما بالموضوع النووي، إلى جانب أكيد ملفات ثانية تدخل على الخط وهي الأذرع الموجودة بالمنطقة. فعليا لماذا دائما اتهام الغرب بهذه النقطة وعدم اعتراف إيران بأنه هي أيضا لا تمد يعني اليد بالاتجاه الآخر؟ دعيني أشير إلى ما قاله الأستاذ محمد، أنه الولايات المتحدة لا تقبل، وليس ترامب أو بايدن. أنا أعتقد بأن بايدن كان بإمكانه أن يصدر قرار بالعودة إلى الاتفاق النووي ويستخدم صلاحيته، لكنه لم يفعل.